او الجلابيه اللي بتتلبس في البيت حاجه شيك وماتيريال تحفه بتبدا من 55 جنيه. انا مش هقول اسامي اوكي، بس ايه رايك يا سامح نقول مناطق؟ ممكن نقول مناطق. قولي لي عن مناطق أوكي. انا عايزه الناس تنزل طيب. وتشتري وتستمتع وتستفيد. مناطق. نكمل بس شريحه الاسواق الشعبيه. البيجامه 50 جنيه، البيجامه الحريمي 50 جنيه الصيفي. الصيفي البنطلون الحريمي ب 75 جنيه، الفستان ب 75 جنيه. لا بقول لك بجد الاسعار اللي بتقوليها بجد دي بجد، وهقول المناطق. احنا خلينا بس انا هقول مناطق بالنسبه للاسواق الشعبيه، منطقه العتبه والمسكي في المحلات، المحلات دي بتدفع ايجارات طبعا، ما بتكلمش على ناس فرشه في الشارع. لا لا بيدفعوا ايجارات وهم محملين الايجار على القطع، لكن هي دي الاسعار بعد تحميل الايجار على القطع وكل المصاريف. منطقه العتبه والمسكي بنخاطب بيها الفئات الشعبيه، وفي احياء كتير جدا على فكره بتبيع بالاسعار دي، احياء شعبيه بتبيع بالاسعار دي. اوكي. في عندنا مترو الانفاق بيبقى فيه مثلا المحطات اللي فيها محلات، زي منطقه المحطه الخاصه بالعتبه اسمها العتبه بتاعت مترو الانفاق، فيها محلات بتبيع بالاسعار دي. اوكي. اللي هينزل من المترو هيلاقي المحلات يمين وشمال وبتبيع بالاسعار دي، والدنيا سهله قوي وبسيطه. بالنسبه للفئه A وB وB بلس هنلاقيها منطقه وسط البلد، شارع 26 يوليو، شارع فؤاد، شارع محمد فريد، شارع قصر النيل، شارع طلعت حرب، منطقه وسط البلد كامله. اوكي. فيها كل الاسعار. في بقى أماكن تانية بيبقى فيها نسب متفاوتة، يعني طبعا سواء كانت مولات أو محلات في أماكن مختلفة. بس خلينا نتكلم برضو الـ A بلس بيبدأ من 250 جنيه الفستان، يبدأ وليس ده النهاية. أيوة أنا فهمت. ده بالنسبة للـ A كلاس. أوكي. الـ A بلس كلاس فده بيبقى من 250 وحاجة كويسة جدا. وخلينا نقول ليه 250، ممكن يكون فستان ب 1200 جنيه وبيتباع ب 250 جنيه. يا نهار ابيض. ليه بقى؟ هو زيه زي بقيه الحاجات، مثلا في الوان هي اذواق مختلفه، بس يمكن اذواق المصريين شويه متفاوته وفي نسبه كبيره متشابهه. صح. لما بيكون في لون من مجموعه الوان في نفس الفستان، نفس الموديل، نفس الماتيريال شغال كويس جدا، بس ده اتبقى منه كميه كبيره قوي لون معين، فاللون ده بينزل عليه نسبة الخصم الكبيرة دي في سبيل ان بقية الالوان تتباع وما ينزلش عليها نسبة الخصم دي، ممكن ينزل عليها 50 جنيه بس. واللون ده عشان منتج منه كتير او عندهم موجود منه كتير كمية كبيرة فبينزل. وعايز اقول لحضرتك، لا هو الناس لما بتلبس الحاجة وبتشوفها بتبقى شكلها فعلا حلو جدا. طبعا طبعا. وبيكسر القاعدة، اللون ده مش هيليق عليا، لا اللون ده هيليق عليا، انا عايز الناس تتشجع وتنزل وتبص وتشوف. طيب افتحي نفس سي كلاس. السي كلاس لا، دول بقى الشريحة الجميلة، الشريحة اللي احنا قلنا واخدة فئة كبيرة زي ما قلت لحضرتك. انا قلت البي والسي، والسي كلاس منها اللي هي في سي بلاس منها. منطقة العتبة والمسكي دول يعني بتجزمي ان الاسعار متحطمة وكل تماما، كل المناطق الشعبية المحيطة بكل الاحياء. أوكي. بس انا يمكن قلت اكتر واشهر منطقتين. طيب بالنسبة للمحافظات بقى، يعني اسكندرية والمنصورة كل الاماكن اللي هي الجميلة المصرية بتاعتنا، محافظات ومدن مختلفة عليها نفس الاقبال بالزبط. وعليها نفس التخفيضات. هم مش معزولين عن المبادرة ومش بالظبط، ومش معزولين عن المحافظة الام اللي هي العاصمة طبعا القاهرة، كله بياخد من نفس المصانع. المصانع بيدي، لو مصنع بيدي في القاهرة وفي بقية المحافظات. المصانع كمان بتدخل ضمن الأوكازيون ولا هقول لحضرتك معظم المصانع عندها محلات او اصحاب المصانع عندها محلات، مش دايما، مش بس دايما يعني بس فيه. بيبقى فيه بس احنا عايزين نقول برضو المصانع بتشارك بنسبة كبيرة جدا في الأوكازيون. ازاي؟ النهاردة احنا خلصنا الموسم الصيفي وبدأ دلوقتي، او مش بدأ، احنا خلاص تم انتاج الكولكشن بتاع السيزن الشتوي، تم انتاجه بالفعل وموجود في المخازن. تمام. فاصبح في عند المصنع خامات صيفيه موجوده من الاقمشه، فما ينفعش ان هو يكرر نفس الديزاينز بتاعه الالوان والرسومات دي طبعا مره تانية للسيزن الجاي. صح. فبيروح جاي عامل فيها، يروح مصنعها على طول، يروح جاي مصنع كل الحاجات دي وينزلها بسعر كويس جدا ويبتدي بقى للمحل، والمحل برده يشتري بقى ماتيريال جديد، يشتري اقمشه جديده، يشتري جلود جديده، يشتري حاجات هو جديدة. ده.